ثبت في الحديث أن الحبيب قال: والشوق إليك، يعني أن الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يرزقه الشوق إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يريد أن يصل إليه بعد موت ليس فيه فتنة. الشوق إلى الله هو عروج القلب، عروج القلب المحب لله من أديم الأرض إلى السماء، فهو يعبده كأنما هو يراه أو أن الله هو الذي يراه. الشوق هو يوم أن ترى أن أجمل لذة في الحياة يوم أن تناجيه وتعترف له وتبكي بين يديه وتسأله، ثم يفرغ عليك الله فرحة وسعادة وأنسا وسرور بمناجاته أعظم من مناجاة أحدنا لأعظم محبوب له في الحياة. الشوق هذا رمضان يجعل في الشوق أيها الأحباب، يجعل الإنسان يشتاق للقاء الله، فكيف يكون ذلك بالصلاة؟ أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، يحب أن يكلم ربه، كيف ذلك؟ بأن ينشر المصحف ويبدأ يقرأ، وإذا قرأ الإنسان القرآن كأنما هو يستقبل رسائل الرحمن ويبلغها الرحمن، ولذلك يرفعه الله جل وعلا. الشوق إليه جل وعلا، حتى ترى أحبابي بعضهم اشتاق إلى الله حتى تمنى الموت. ومما يروى عن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله فيما سمعت مرة في مقابلة مع أحد أبنائه، أنهم لما قالوا له نعالجك نرسلك لأمريكا، قال: والله ماني بحريص على رفقتكم كثير، يعني لست، يعني كأن في قلبه شوق للقاء الله. اي والله، فإن بعض الصالحين يجد في قلبه حب، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. إذ حب لقاء الله أحبابي أن يعبد الإنسان عبادة المودع، عبادة الإخلاص، عبادة لو قيل له تموت بعدها قال: يا حبذا الجنة. ومما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو قيل لهذه الجنة، أي فتحت أبوابها، ما وجدت شيئا أزيده على طاعتي. وكان بعضهم يمدح السلف يقولون: لو وقف ملك الموت بأبوابهم والله ما وجدوا شيئا يزيدونه، جاهزين مستعدين. ولذلك يروى أن ملك الموت كان يأتي في أوائل العصور، إن صحت وهي من روايات بني إسرائيل لكن معناها صحيح، أتى إلى ملك من ملوك بني إسرائيل وكان على خيله، فقال: إني قابض. قال: دعني أنزل. قال: لا تستقدمون ولا تستأخرون. فسلبه فخر صريعا بين قوائم فرسه، ثم مشى الرقم الثاني. الشخص الذي سيقبض الثاني كان يسير من عبادهم، يسير في الطريق فناداه، قال: ملك الموت معك. قال: مرحبا بغائب طال انتظاره. يا أخي وينك فيه؟ أنا لا أقول يا أحبابي نكره الحياة، إياك أن تفهم من كلامي هذا، بل نحن قد أمرنا أن نعمر الأرض ونحن خلفاء الله في الأرض، لكن ينبغي أن تشتاق، أن تشتاق إلى الله مثل ما تشتاق للماء البارد بعد الأذان. كلنا في شوق للماء البارد، صحيح. كلنا بالشوق إلى تمرة جميلة وكوب قهوة جميل، والله الواحد ما بيفطركم، لكن الواحد يا أحبابي يفرح. وقد ورد في الحديث إن للمؤمن فرحتان، فرحة متى؟ عند الفطر، وفرحة عند لقاء الله. أن تفرح بالماء البارد، يجب أن يكون حب الله في قلبك أحب إليك من الماء البارد على سفرة الإفطار هذا اليوم. فإذا بلغ الحب في قلبك مبلغه فإن الشوق يزيد. الشوق للقاء الله، اللي مشتاق لقاء الله يقطع رحم، يسمع غناء، يلعن، يأكل ربا، يتمتع بمحرم، لا والله مشتاق لله، هذه تبعدني. بل إنه تجد أنه من شوقه يتقرب إلى الله بالنوافل. وفي الحديث الصحيح: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا الله اجعلنا وإياكم ممن يحبهم، أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. لذا أحبابي رمضان موسم الشوق والحب الصادق للرحمن، ومن ذلك أن منعنا الطعام والشراب والنكاح فعجلنا إليه جل وعلا راضين مؤمنين محتسبين، لأنه وعدنا أن نرتوي في يوم الظمأ وأن نتزاحم على باب الريان. اللهم اجعلنا ممن يدخل معه.